لحد ثانوي، أدرس بالمستوى الثاني ابتدائي بمدرسة ابن سينا الخاصة. اليوم بحثنا حول الحيوانات الودودة والحيوانات البيضاء. سنبدأ على بركة الله. اسم الحيوان: الأرنب. سأعطيكم معلومات عن الأرنب. الأرنب من الحيوانات التي تنجب كثيرا وتنجب صغارا يتجاوز عددهم 7. في كل مرة تلد فيها أنثى الأرنب وهي تربي أطفالها بعيدا عن الإنسان، كما أنها تلد عدة مرات في العام، وهي من الثدييات تمتلك ذيلا قصيرا وآذان طويلة. سنمر إلى الحيوانات البيوضة. اسم الحيوان: البطة. سأقدم لكم معلومات عن البطة. معظم أنواع البط تضع الأنثى بعد التجاوز من 5 إلى 12 بيضة في العش، وتفقس بعد حوالي 28 يوما، وعادة ما يرتبط عدد البيض الذي تضعه الأنثى مباشرة بكمية ضوء النهار المتاح. وتعمل البطة الأم بجد للحفاظ على أمان البيض والفراخ في العش، حيث غالبا ما تتربص الحيوانات مثل الصقور والثعابين والراكون والسلاحف، وتصبح فراخ البط قادرة على الطيران في غضون 5 إلى 8 أسابيع من الولادة. هكذا يكون انتهى بحثنا لليوم. أتمنى أن يكون أعجبكم واستفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم. إلى اللقاء أصدقائي.